صافي عينو، أنا كتير عم بزهق بالبيت عند رسمية، عم خلص الشغل ما عم بعمل شي تاني، عم بيلي اشتغل شي غير إنه نظف لك بيتك كمان. قصدك بيتك؟ هلأ بعده بيتك رح يصير بيتك. معقول مرته للريس صافي تشتغل؟ ايه شو فيها يعني، بعدين أنا بحب الشغل، بحب اقعد بالبيت ورح اشتغل معك. كيف يعني معي؟ إنه معك بالمحل. بدك بها الشغلة كلياتها تعتير بتعتير؟ لا ما أنا تعتير بتعتير. الله خليك قول إيه، الله خليك قول إيه، قول إيه صافي، قول إيه خلاص. الله خليك الله خليك قول إيه، ولا بنحن هناك المحل، الله خليك قول إيه صافي، قول إيه خلاص. بتعرفي أنا ما برفض لك طلب، بس خلينا هلأ نحل هالموضوع تبع جوازة بلبول ونظبط له أموره. بلبول بده يتجوز؟ إيه. مين؟ بنت ما بتعرفيها من برات الحي. أنا على الحالة بدي أنطر كتير. ما كتير كتير. كيف يعني ما كتير كتير؟ ما الحاجة ما صار لها كم يوم متوفية الله يرحمه. كيف هالحكي؟ الحي أبقى من الميت، شو ذنبه بلبل ينتظر؟ حرام خليه يفرح، بعدين الحجة رح تفرح له حتى بقبره.